كيفاش نتعامل مع ولدي في فترة المراهقة؟ كنا في الحلقة الأولى تكلمنا على التغيرات النفسية التي تحدث على شخصية ولدك في فترة المراهقة. تكلمنا أيضا في الحلقة الثانية على مقومات نجاح العلاقة بينك وبينه. في حلقة اليوم نبدأ الخطوات العملية، شنو الحاجات اللي تعملهم بالضبط باش تنجح علاقتك بولدك في فترة المراهقة باش تخليه يبني شخصيته بالطريقة الأمثل والأفضل وينجح في حياته؟ هذا هو السؤال نطرحوه وهذا هو السؤال اللي نحاولوا نجاوبوا عليه. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا على مقومات العلاقة بيننا وبين أبنائنا في فترة المراهقة، وكنا ربطناها بأربع متغيرات أساسية. المتغير الأول هو مستوى المحبة اللي بين وبينه، المستوى الثاني هو مستوى الثقة، ثم الاحترام، ثم وضوح القوانين الأسرية والالتزام بتلك القوانين الأسرية. هذه هي الأربع متغيرات اللي تخليني ننجح مع ولدي في فترة المراهقة. إذا خزرنا لهم الكل على أنهم سلم قياسي فالعملية تصبح بسيطة. المطلوب منا في هذه المرحلة أنه مهما كان مستوى تقييمك الحالي، وكنت طلبت منكم في الحلقة الماضية أنه تقيم نفسك في هذه المستويات الأربعة، فالمطلوب أنه نرتقي بهذه العناصر إلى مستويات أعلى. واليوم نبدأ بأول، ما نجموش ناخذهم الكل في حلقة واحدة، اليوم باش ناخذوا أول سلم قياسي اللي هو المحبة. كيفاش نرتقي بسلم المحبة بيني وبين ولدي في فترة المراهقة وهو عنصر غاية في الأهمية. المحبة في تربيتنا لأبنائنا مهمة للغاية، وحسب دراسات علمية كثيرة منها دراسة هارفارد باي تشينيال تحت عنوان Parental Warmth and Flourishing Midlife، الدفء العائلي ونجاح الفرد في متوسط العمر. هذه الدراسة شنو تقول؟ تقول انه اللي نجحوا في حياتهم هم اللي جاءوا من أسر وعائلات تكتنفها المحبة. شوف أهمية المحبة. ودراسة أخرى تقول لك انه المحبة الأسرية تقوي في مناعة الأبناء، تسرع في تطورهم الذهني، تقوي لهم في الذاكرة، تقوي لهم في الذكاء، تخليهم يكونوا أكثر ذكاء اجتماعي وينجحوا في الحياة. شفتوا أهمية المحبة. كيفاش نخدموا على المحبة؟ كيفاش نعيد السؤال مرة أخرى، كيفاش نرتقي بسلم المحبة اللي تجمعني بيني وأبنائي لمستويات العليا؟ الإجابة بكل بساطة هي كالآتي، وتختزل في قانون كوني، إنه الإنسان اللي تحبه يحبك، وهذا يسمى باللو أوف ريسبروسيتي، قانون التبادلية. اللي تحبه يحبك. لهنا تقول لي ليه قيس؟ عاد سهل هذه، فماش واحد فينا شكون ما يحبش ابنائه؟ نحبوا ولادنا وبالتالي عادي جدا نحبوا. نقول لك هناك العديد من المغالطات وسوء الفهم في الموضوع هذا، ونعطيك المغالطات هذه والاخطاء الشائعه اللي يقوم بها الكثير حتى نفهموا اهميه الموضوع وخطورته بالنسبه للعديد من الاسر والابناء والاولياء بالطبع. اولا، اول خلط واول سوء فهم، نحن نخلط بين المحبه وإظهار المحبة. المحبة فيك فطرية، تحب أولادك هذه فطرية، لكن إظهار المحبة هي مهارة تتطلب مجهود، تتطلب عمل، وتتطلب تركيز، وتتطلب حرص، وتتطلب فهم لجملة من الأدوات. وللأسف الكثير من الأولياء ما ينجحوش في العملية هذه في إظهار المحبة، بالعكس حتى أسلوبه لإظهار المحبة عكسي. هو يتصور انه كي يخاف على ولده، كي يعيط عليه، كي يصيح عليه، هو قاعد يظهر له في المحبه، ولا هو في الحقيقه يظهر له في عكس ذلك تماما. وانتم ما تعرفوا، احنا كبرنا وشفنا اصحابنا ونعرف الحكايه برشا. وقديش من واحد يقول بابا ولا امي ما يحبنيش، علاش ما يحبنيش؟ خاطرني راسي صحيح، خاطر ديما نختلف معاه، خاطر ما نجحش في قرايتي، خاطر انا مثال سيء بالنسبه لي، انا نذكره بالفشل نتاعو، وانا نذكره وهذا شيء مؤسف ومؤلم، أنا نذكره بتجربته الفاشلة في الحياة مع أمي مع بابا، يشبهني بأمي، يشبهني ببابا، يشبهني، معناه أنا مصدر تعاسته في الحياة. وهذا للأسف شيء مؤلم، أنه ولابد أنه نعرف إحنا كبار هناك الوعي ولا وعي. في الوعي صحيح أنت تقعد هكا في لحظة صفاء مع ولدك تبين له محبتك، لكن في لحظة غضب ولحظة انفجار المشاعر الدفينة تطلع بشكل مؤلم للأبناء وتتسجل عنده في ذاكرته، وهو من بعد يبدأ يحاول يفهم، يحاول يجد الإجابة ويلقى إجابات اللي تفسر له علاش إنه تصرفت معه بالطريقة هذه، وربما الإجابات تكون سلبية وتحفر في الذاكرة ويكبر يتصور إنه بالفعل ما تحبوش. فهذا الخطأ الشائع الأول، المحبة شيء وإظهار المحبة شيء ثاني. هذه شيء تلقائي فطري
وهي دي شيء يعمل عليها ويتعلمها الشخص، مهارة تكتسب. المغالطة الثانية انه ليه ما يجيش ان نتعامل مع ولدي بمحبة ونظهر له محبتي، ليه نطلعه دلول، نطلعه مايع، نطلعه ضعيف شخصية، ليه لازم يتعلم يتكبس، يتعلم الشدة يكون قوي، كيفاش تحبني نتعامل معاها، ليه نبوسه ونعنقه، ليه ما يجيش هيك. ليه هذه مغالطة كبيرة ايضا، لانه نعطيكم قصة، جاء واحد للرسول صلى الله عليه وسلم يلقاه يبوس في الحسن بن علي، قال له يا اخي تبوس ولادكم انتوما، قال له انا عندي 10 اولاد ما بوستش حتى واحد فيهم، قال له من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والشدة شيء والمحبة شيء ثاني، تعرف معنى الشدة؟ الشدة تكون شديد معاه انه هناك التزام، وقت تحطوا قوانين نلتزم بتلك القوانين، طبق القوانين عنده المكافأة، ما طبقش القوانين هناك نتائج وانعكاسات لعدم تطبيق القوانين. الشدة في واد والمحبة في واد اخر، ولابد ان نفصل بينهم، مش معناها راني عاقبتك، راه مش معناها راني ما نحبكش، ولابد ان الامور تكون واضحة والقوانين الداخلية تكون واضحة والناس كل تلتزم بها، ونفصل بين تلك القوانين والمحبة. هذه المغالطة الثانية. المغالطة الثالثة وهي مغالطة تقع فيها الكثير من الأسر، انه يقول لك ليه وين عندي وقت في عوض نقعد انا نستثمر فيه في المحبة، خليني نستثمر فيه في الرسم، نستثمر وقتي معاه في القراية، هنا مركز جهدي معاه على القراية، خليني من المحبة انا توا كل تركيزي انه ينجح في القراية، تعطيني ينجح في القراية. انا اقول لك حاجة، الافضل انه ينجح في الاثنين، في القراية والمحبة، لكن تصور معايا لو ينجح في القراية على حساب محبته ليك، تعرفش معناها؟ معناه المحبة هي كالإسمنت اللي يربط علاقتك به، معناه ينجم ينجح في القراية صحيح، أما بعد يكبر ويخليك، خاطر ما عندوش حتى رابط عاطفي بيك، وربما ينجح في القراية ولا ينجح في بناء العلاقات ويطلع فاشل في الذكاء العاطفي، واللي فاشل في الذكاء العاطفي حتى ولو كان متمكن من مهارة معينة وحتى ولو كان متميز في مجال معين، راهو طالت المدة ولا قصرت، راهو في النهاية اللي يخدموا معاه باش يخليه وحده ماهوش باش ينجح، ماهوش باش ينجح في العمل، لأنه العمل اللي يتطلب جماعة، يتطلب انك تحسن ادارة مشاعرك وحسيسك، انك تحسن ادارة علاقاتك، علاقات متينة قوية تتكئ عليها في ظروف صعبة، وهذا ما تعلموش، وبالتالي ماهوش باش يلقاه من بعد، باش يفشل في حياته. اذا عندما تستثمر في الدراسة، استثمر في الدراسة، لكن استثمر في شيء اهم من الدراسة اللي هو المحبة. علاش؟ باش نعطيك مثال حتى نبسط لك العملية، اذا تكون عندك كهرباء ومحركها قوي لكن وقودها قليل، اللي هو الوقود اللي هو العاطفة والمحرك اللي هو العقل، ما تمشيش برشا وتقف. اما وقت يكون عندك كهرباء حتى ولو كان محركها ضعيف ولكن فيها من الوقود ما يكفي، فهي باذن الله سوف تصل الى مكانها. اذا المحبة توصل الشخص الى ابعد الحدود اكثر من القدرات العقلي. اذا فهمنا هذه المغالطات، وفهمنا انه لابد ان نستثمر في علاقتنا مع ابنائنا، مش نخليها اعتباطية. كيفاش نستثمر في علاقتنا مع في محبتنا مع ابنائنا؟ وهناك صورة توصيفية جميلة يستخدمها ستيفن كوفي لابراز الوسيلة الامثل لبناء علاقة المحبة بينه وبين ابنائنا، يسميها في مصطلح رائع نحب نشارككم فيه، انه يسميها بالاموشنال بانك اكاونت، الحساب البنكي العاطفي. باش تحسن علاقتك العاطفيه وعلاقه المحبه بينك وبين ابنائك، انظروا لها كحساب بنكي، كل ما تظهر المحبه كل ما الحساب البنكي يطلع بينك وبين ابنائك، كل ما يكون هناك جفاف على مستوى المحبه، كل ما يكون هناك سحب من ذلك الحساب البنكي، يمكن الحساب البنكي يدخل كما نقولوا يدخل في الروش، يمكن في علاقتك العاطفية مع ولدك حسابك البنكي توا في الأحمر، حسابك البنكي في حالة عجز. فبالتالي ما هو أو ما هي الأساليب المثلى حتى نغذي هذا الحساب البنكي بيننا وبين أبنائنا، وترجع هذه الدماء تجري من جديد، دماء المحبة تجري من جديد في علاقتنا مع أبنائنا. نعطيكم أشياء بسيطة يمكن أن نقوم بها، ولكن القائمة مش كلية، ما هيش قائمة جامعة، نعرف انه فيه ايضا وسائل اخرى وادوات اخرى، وان ندعوكم بكل لطف انه اللي عنده افكار خارج تلك الافكار التي سوف اذكرها انه يكتبها، يشاركنا فيها، يكتبها في المكان المخصص للتعليق، وخلينا نتفاعل مع بعضنا، وخلينا نتعلم كلنا من بعضنا. نعطيكم بعض الافكار اللي تقرب ولادكم ليكم وتعزز المحبة بينكم وبينهم. اول فكرة هو التعبير الجسماني على
على المحبة، عبر عن محبتك لولدك جسمانيا، بوسه، عنقه، طبطب على كتفه، حط يدك على يده، حط يدك العب شعره، هذا مهم بالنسبة ليه وهذا يحسه بقربك ليه. ثاني شيء أخلق لحظات فرح وابتسامة، ما تخليش علاقتك 100% رسمية وكلها دي زيكزرسيز دي ريزولتا دي زوبجيكتيف وكانه في شارك وكانه قاعد يخدم، لا خلي علاقتك علاقة مرح، وحب الأشياء اللي يحبها تو هو يحبك، شاركه في الألعاب اللي يحب يلعبها تو يولي يشوفك شريك ويعمل جو معاك، واللي يفتقدك كي تغيب عليه يفتقدك واللي يحبك تكون معاه. معناه احنا تو في عمرنا ونحبوا اللعب، ما بالك في عمره هو في فترة المراهقة، ألعب معاه في الأشياء اللي يحبها تو هو يشعر بقربك ليه ويشعر وتولي بينكم علاقة صدق. ايضا شيء ثالث يمكن تقوم به تهادو تحاب، معناها الهديه كل مره تفكروا بهديه، والهديه انواع مش بالضروره مكلفه، معناها اشياء بسيطه، يمكن يدخل بيته يلقى حاجه حطيتها له في بيته، حاجه حطيتها له في كرتبلته، اذا هذه ايضا من الاشياء الغايه في الاهميه على مستوى المحبه. ايضا نقطه مهمه انه لابد ان تخصص وقت لابنك، لابد انه يشعر انه موجود في بحيث، وإذن الوقت مهم. في الوقت دي تسمعوا تعيروا اهتمامك، ومن أكبر الهدايا اللي يمكن تعطيها لولدك هي الاهتمام، إنه تسمعوا إنه في الوقت هذا هو وقته هو إنه يتكلم، تسمعوا وإنه تسأل واسرة بش يزيد يتكلم أكثر، بش يزيد يفسر أكثر، بش يحس إنه بالحق إنه قاعد أنت تعيش معاه في لحظة شراكة حقيقية، إنه عنده شكون قاعد يسمعه. ايضا من الاشياء المهمه اللي تبين محبتك لولدك هو طريقه تصرفك معاه وقت اللي يغلط، لابد انه نركز فيها هذه، وقت اللي يغلط نعم لابد ان تكون هناك تبعات، لابد ان يكون هناك نتائج، هذه هي القوانين وهذه نطبق القوانين. لكن هذا لا يعني انه ما تسامحوش، بالعكس اذا شخص تسامحه تزيد محبتك ليه. وش معناه تسامحه؟ معناها طبقنا الإجراءات هذه القوانين هذه لابد أن نقوم بها، لكن أنا مسامحك، معناها محبتي ليك لن تتأثر بهذه النتيجة. هنا ندخل في الشيء اللي يسميه بالإنجليزية the unconditional love، معناها المحبة اللي غير مشروطة. إذا تحب ولدك تحافظ على محبتك لولدك، خلي محبتك ليه مش مشروطة، وهذه نقطة في غاية من الأهمية. محبتك ليه مش مشروطة بنتائجه في القراية، محبتك ليه مش مربوطة انه يعمل في الحاجات اللي تحبهم ولا ما تحبهمش. محبتك ليه هذه وحدها، هذه في باب، وهذه ما تزعزعش، هذه ما تاثرش. لكن انه نكون واضحين في سلوكياتنا وتبعات سلوكياتنا هذه حاجه اخرى. واذا غلطت نسامحك اذا بامكاني انه نسامحك في العقوبه، لكن حتى انه نسامحك في العقوبه هذا لابد ان تكون مشروط، معناها ايضا هي نوعا ما انه صحيح ما عاقبتكش الان، ولكن اعطيتك شرط اخر، فالشرط الاخر يصبح ايضا من تبعات او من نتائج ذلك السلوك. ويمكن انه نسامحك على مستوى المشاعر والاحاسيس، ولكن انه على مستوى تطبيق الاجراءات هذا نمشي فيه، والاثنين ما عندهمش دخل في بعضهم. واذا نوصل نوضح العمليه هذه لابنائنا وتصبح واضحه في اذهانهم، هذا يؤسس الى علاقه مبنيه على المحبه، ولكن ايضا مبنيه على المسؤولية. أيضا من الأشياء اللي تعزز المحبة وهذه غاية في الأهمية هو بناء علاقة ثقة بينك وبين أبنائك، وأكثر من الثقة هي علاقة احترام بينك وبين أبنائك. الثقة والاحترام هذوما الاثنين نتكلم عليهم إن شاء الله في اللقاءات القادمة. لكم مني كل التحية، ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.